بصحبة أبطال خلية الصقور الاستخبارية في نينوى ومديرها ومن منزل الإرهابية آسيا الذي يقع في منطقة مشيرفة غربي الموصل، اطلعنا على المخبأ السري الذي تم إنشاؤه من قبل عام 2014 والذي استخدمه الإرهابي سقراط لخزن العبوات الناسفة والأسلحة. مشاهدينا الكرام، احنا حاليا في مدينة الموصل، تحديدا على أطراف مدينة الموصل، منطقة تسمى حي مشيرفة الثانية. أقف يعني أمام المنزل يقال للمشاهد الكريم أنه منزل اعتيادي، لكن هو مخبأ للإرهابي سقراط خليل المكنى سالم. هذا الإرهابي مسؤول مفارز التفخيخ، وهو مسؤول عن العديد من العمليات الإرهابية في محافظة نينوى. هذا الإرهابي طبعا نفذ عمليات تفجير، يعني تفخيخ وتفجير عجلة حي المثنى، وأيضا تفجيرات أخرى تم التعريج لها في حلقات سابقة، وأيضا كون مفارز كثيرة في مدينة الموصل. اليوم نقف أمام المنزل اللي كان يتخذه دار استراحة، وأيضا مضافة اللي بمسمياتهم طبعا هو وكر، كان يستخدم لتخبئة المواد المتفجرة بكافة أنواعها.